السلام عليكم، ان شاء الله على فيديو تاع اليوم تلقاكم كامل في احسن الاحوال وبصحه جيده. راح اليوم نتقاسم معكم التدبيره اللي هي الكيفيه الصحيحه لتجفيف الرند بلا ما يتغير اللون تاعو. وهذا الورق تاع الرند هو نفسه اللي يسموه ورق الغار في المشرق العربي، ويسموه اوراق سيدنا موسى في الدول المجاوره. تابعوا معايا لا فيديو، في الاخير راح نقول لكم واش تقدروا ديروا ببودره الرند. قبل هذا نرحب بالمشتركين الجدد، نقول لكم مرحبا بكم، وما تنساوش تضغطوا على زر الجرس ليصلكم كل جديد ومفيد، ونتمنى للجميع مشاهده طيبه. إذن عندي هنا اوراق تاع الرند. هنا الرند ما نغسلوه ما والو، اكيد راح نغسلوه قبل الاستعمال قبل ما نطيبوا به، ولا لانه راح نعرضوه طبعا للغبره ايتو. دونك قبل هذا راح نحي هذوك الاوراق بهذا الشكل، نحكم هذاك الشط ونجبد الورقه للتحت باش هكذاك تتنحلي بكل سهوله. بعدها نوجد هنا ان بلاطو ولا حاجه، يعني صينيه تكون كبيره، نغطيها بالحاجه تاع قماش سربيته ولا اون ناب تكون عندكم، فرشوا فيها هكذا كيما راكم تشوفوا هاد السربيته ولا، وتحطوا الاوراق تاعكم تفركتوهم. وهنا الشرط انكم تحطوا الرند يبس في مكان فيه الظل، يعني ما تحطوهش في الشمس ولا تدخلوا في الفرن، ولا تحطوه مده 5 ايام ولا راح يبس لكم بكل سهوله، وراح يحافظ على اللون تاعو الاخضر كيما راكم تشوفوا. هنا شد لي 5 ايام كل نهار، ولا تروحوا بيديكم وتعاودوا يعني تقلبوا الاوراق او تقلبوهم ولا تفركتوهم. شوفوا كيما راكم تلاحظوا هنا معايا الاوراق راهي يبست وحافظت على اللون تاعها. طبعا كل ما تجو تستعملوا الرند تغسلوه ولا تشلوه وتستعملوه في الطياب تاعكم. ونجيب هنا بلارة من الزجاج، من الأحسن تكون محكمة الغلق فيها هذا الجوان باش هكذاك الرند ما يمسلكمش، يعني ما تروحلوش الريحة تاعو، وكتشو طيبوا به يكون صالح للاستعمال. حبيت فقط نعطيكم ملاحظة، باش تحتفظوا بالرند مدة طويلة في الثلاجة ديروا نفس الطريقة اللي درتها مع النعناع. كيفية الاحتفاظ بالنعناع مدة طويلة في الثلاجة راح تشد لكم أكثر من شهر. فقط تبعوا هذيك لا فيديو راح تلقاوها هنا أمامكم في هاد البطاقة. شوفوا هنا حبيت تاني نعاود نوريلكم بلي ما كاش اون ديفيرونس، ما كانش فرق بين الورقة اللي تكون خضراء والورقة اللي تكون يابسة كما راكم تلاحظوا. يحافظ على اللون تاعو، فقط حطوه في مكان اللي فيه الظل وما تحطوهش في الشمس، وتاني ديروه في بلارة اللي تكون محكمة الغلق. نروحو هنا لبودرة الرند، طحنوا الرند تاعكم وغربلوه، يعني فوتوه في الغربال، وهذاك الخشين عاودوا طحنوه بوغ لا دوزيام فوا. بعد ما تحصلوا على هذا حطوه في بلارة تكون كيما قلت لكم محكمة الغلق باش هكذاك ما تروحلوش الريحة تاعو. استعملوا مقدار اون بانسي، يعني مقدار قليل، قرصة صغيرة من هذاك الرند المطحون في الطياب تاعكم، راح يعوض لكم الورقة تاع الرند. يعني ما ديروش حاجة كبيرة باش الذوق تاع الماكلة تاعكم ما يروح لكمش. تاني حاجة تستعملوه في القضاء على الصراصير والنمل. بعد ما تغسلوا او تنقوا لي بلاكار تاعكم من تحت، نقوهم مليح، نشفوهم، وحطوا مقدار صغير من هذاك الرند في ورقه ولا جورنال وخلوه. وكل ما تعاودوا تنقوا لي بلاكار تاعكم عاودوا تاني حطوا كميه قليله، راح يقضي على النمل اللي عندهم النمل في لي بلاكار تاعهم، راح يقضي على الصراصير، وراح تاني يقضي على العنكبوت او الرتيله ولا كامل الحشرات. ان شاء الله تجربوا هذه التدبيره، ونقول لكم هذه هي لا فيديو تاع اليوم. ما تنساوش جيم وبارطاج وتعليق شباب كما العاده. نقول لكم الى اللقاء في تدابير ووصفات اخرى باذن الله. مع السلامه.